الدكتور اسموزي، كمية التشريح، التشريح تعتمد على كمية الديكستوز التي تحتويه محلول الغسيل. أنواع التركيز المحاليل المستخدمة، 1.5 ضعيف التركيز يستطيع إخراج قدر ضئيل من السائل، 2.3 متوسط التركيز يستطيع إخراج قدر متوسط من السائل، 4.25 أو ربع أو التركيز يستطيع إخراج قدر كبير أو أقوى من السائل. يعني كيف يتم غسيل البريتوني؟ يتم إدخال قسطرة صغيرة دائمة إلى داخل التجويف البريتوني في الوسط، تحت السرة وفوق منطقة العانة، وتخرج من خلال الجلد إلى خارج تجويف البطن. يدخل محلول القصير تقريبا 2 لتر من الكبار وأقل من الصغار إلى التجويف البريتوني بالجاذبية عن طريق القسطرة. يترك المحلول البريتوني لبضع ساعات حتى يتم الغسيل. بمرور الوقت تتم المواد الإخراجية والماء من الأوعية الدموية الموجودة في القشاع البريتوني إلى محلول الغسيل من خلال القشاع البريتوني. بعد مرور 4 ساعات إلى 6 ساعات يصبح المحلول القصير مشبعا بالمواد الإخراجية والماء الزائد يشبه هذا السائل البول إلى حد كبير، ويجب أن يصرف إلى خارج ليحل محل محلول آخر جديد ليستمر عملية القصير. أما الآن نتكلم عن طرق استخدام غسيل الكلى البريتوني. راح نتكلم طالبة شاعر عن طرق استخدام غسيل البريتوني. السلام عليكم. نحاول أن نشغل الجهاز وين الطالبة تعال. نحاول نطبق عمليا و راح تجيبها زوم روحي شوي عشان نشوف لين نبدا اوكي نحاول ان شاء الله، لان هو نظامه ان شاء الله يطلع عشان هو يعيش على شيء اسمه بايبيز، فاحنا كنا مشغلينه نبلش نطبق بس مع شويه عليه ان شاء الله يشتغل معانا. على الاقل نشوف شلون تطبيق التمرين، شلون المرضى تحافظ على عنايه طبيه لمريض الضيف. المريض على في المكان على قسطرة. يتم وضع المظاهرات. Thank you.
ما هو الاي بي دي القصير البروتوني الالي؟ تستخدم هذه الطريقه جهاز يقوم بعمليه استبدال السوائل. يعمل الجهاز اوكي التجويف او المنطقه داخل الجسم التي يحدث بها القصير دايلسيس
العملية تنظف الدم من العملية تنظف الدم من المواد الخارجية والسموم والسوائل الزائدة. ما هو الاي بي دي القصير بروتوني الآلي؟ تستخدم هذه الطريقة جهاز ليقوم بعملية استبدال السوائل. يعمل الجهاز بتوصيل الأنابيب بالغصدرة قبل الذهاب للفراش مساء، وأثناء النوم يقوم الجهاز بطريقة أوتوماتيكية بسحب المحلول القديم وأدخال المحلول الجديد 4 إلى 6 مرات. تسحب الكميات وتسجل كل المعلومات في شريحة إلكترونية. الحين نطبق تطبيق عملي. تفضلي. الطالبة الآن راح ناخذها كأنها هي المريضة. اوكي، هي المريضة. مشان اعطينا كرسي. تفضل. جاهز؟ اوكي. تشوفونها كأنها سرديه، ترى ما راح تطبخ، ها؟ اوكي؟ راح تلبس شيء اللي هو الغشاء البريتوني، راح تلبسها كأنها لابسه سرديه من بطنها، اوكي؟ توفي؟ يا. اوكي؟ تشوفون؟ خليه مفتوح. بسم الله عليك. اوكي؟ اوكي، هذا الغشاء البريتوني وهذا التيوب اللي طالعه، نمر على كل شخص. اوكي؟ هذا الغشاء البريتوني وهذا التيوب اللي تكون فعلا بهذا الشكل للمريض الذي يصل عن طريق الغشاء البريتوني. روقك شويه. اوكي؟ هذا الاسطره تكون طالعه وهذا الغشاء البريتوني اللي هو كل سائل درمدار البطن. 4000. اوكي؟ موجود عندك في البيت وهو يغسل وهو مجرد انه يدخل الكميه اللي يبيها وعرض منها الدكتور والوقت اللي يبلش فيه والوقت اللي ينتهي فيه وهي حسبه وكم الفلويد، وراح يكون محضر كل الفلويد. وانا راح اعلق على الطالبه اوكي وهي تعمل اللي هو ديمونستريشن. اوكي، عملت ستارت. اول شيء عملت الرايم، اول خطوه اللي تعمل الرايم. كل الرايم معناته نسوي فلاش حق كل المجموعه سته. ابلكس ما يخالف، انا مضطره عشان الصوت فعلا صوته عالي. فتعمل فلاش حق التيوب، فتدخل الفلويد في هالتيوب من اولا عشان تسوي فلاش حق المواد اللي كانت معقمه ومن مواد التصميم، وتبعد وتطرد ايضا الهواء. طيب عندنا الطالبه ريم. تفضلي. ما يخالف. هذا الفلويد اللي راح يحطها المريض. اوكي، لاحظوا سوي زوم على الهواء.
شايفينه؟ قاعد يطلع الحين هذا اللي هو دري الاصفر قاعد يطلع دري، فهذا هاي كلها ترى قاعد ينزل داخل الجيز، وتكون هذا الجيز كانه وظيفه البول او خروج المهلول. اوكي؟ يحدث القسيل طول الوقت 4-5 مرات يوميا 7 ايام في الاسبوع. امبوليتر يمكن ان يتحرك المريض ويذهب الى اي مكان وان يلعب بينما يستمر القسيل في الداخل. بروتونيا المنطقه التي يحدث بها القسيل داخل الجسم وهو البروتونيا. دايلسس هو العمليه الاستبصار والاسترشاح التي تنظف الدم من المواد الخارجيه والسموم والسوائل الزائده داخل الجسم. صور عمليه الغسيل. تستغرق عملية الغسيل في العادة حوالي 40 دقيقة. يستغرق تصريف المحلول في التجويف 10-20 دقيقة اعتمادا على الحجم. يستغرق إدخال المحلول الجديد إلى التجويف بروتوني من 5-10 دقائق. يتم تبديل الأكياس غسيل أخرى كل 4-6 ساعات. تتم عملية الغسيل للشخص البالغ في العادة 4 مرات يوميا. أنواع أخرى من غسيل البروتوني. الحين راح نتكلم عن الغذاء. الحين أنا بتكلم عن الغذاء. أوكي؟ راح نعمل تمرين ويسلة راح نوزع على كل بنات ساعة راح نوزع على كل طاولة أو على كل مجموعة سلة متنوعة من الأغذية. كي في بعض السلات فيها غذاء عالي البوتاسيوم. كي اي كل مكتوب عليها اي كي غذاء عالي البوتاسيوم. في بعض الطاولات فيها غذاء عالي الفسفور. في بعضهم غذاء عالي الصوديوم. مطلوب من كل مجموعة. Okay.
ماشي عندنا معلومات فيها معلومات عالية في البوتاسيوم ماشي شكل حاطين البوتاسيوم
المادة الحافظة أكثر شيء تخافي من الصوديوم، تخافي من الصوديوم أكثر شيء، مو البوتاسيوم، ما يخالف، ما يخالف. إيه نعم. بس هم لما يحطون معي مكتوب عليه 240 280 اللي هو كم؟ 208 احنا قاعد نتكلم على 1300 ها اقتنعتوا؟ ماشي نكمل للمجموعة الثانية مجموعة الصوديوم ها مجموعة الصوديوم عند دكتورة نادية ها الهاي صوديوم راح يكون الجبن الجبن البيتا معاي معاي من المجموعة الثانية الصوديوم الدكتور استاذة انا امل اوكي ماشي الهاي صوديوم راح يكون جبن البيتا شوف اذا انت حاطينها مثلها ولا لا والزيتون لان معلق جبن الفيتا اوكي والبوصل يعني هذا الهاي صوديوم ماشي الجبن الصوديوم راح يكون السلمون والشوكولاته راح لان فيها لو صوديوم فيها ملح بس شويه المايونيز والزبده اللي عندنا غير مملحه ماشي ان شاء الله ان شاء الله ماشي انا بعطيك الارقام ومرات طالبتي ما شاء الله راحت الجمعيه واخذت لها شويه شغلات غيرتيها بس يلا نعطيها لسته ومشكله ما طبقت احنا ما طبقنا راح لسته ولا الجمعيه ما طبقها اوكي نجي على الجبن فيتا اوكي مكتوب جبن فيتا صح في 316 وشنو اللي عندكم بعد الزيتون معلق اي اكيد يعني غير الزيتون ما يملح طيب الوحيد الزيتون الاخضر ها الزيتون الاخضر 312 نفس الفول السوداني والجبن 300 هم نجي على الفول السوداني مملح ترى اوف اوف نجي على الفول السوداني المجفف المولع اقل في 120 بس يعتبر جبن في هاي صوديوم ما يخالف لما تجين تقارنين الحين قاعد نقول هذا من اللو طيب بعد اعطيني اعطيني بعد اشياء سلمون سمك السلمون المدخن ها هذا لو لو 1700 انا قراني قبلكم ها الحين ما كنت تاكله ماشي ها ها ابو مساعد ها غيرت اشوفك غيرت غيرت أنت خلينا لا نسمع ابو مساعد ترى صوته مفعل الميكروفون ما يسمع. ايه عندنا الفول السوداني حاطين وزيت. على شيء الفول السوداني؟ ايه بس احنا ترى قلنا 120 ها؟ كمل. بعدين عندنا الزيتون الاخضر. اها كمل. وبعدين جبنة فيتا. لحظة الكتاب اللي عندك في اي تاريخ هذا؟ عفوا شوي بس وقتها. انا بدي افتح الموضوع المفروض انه صراحة صراحة. يعني اقدر الاستاذة بهجة عبد الحميد العوضي اخصائية التغذية والاستاذة بهجة بوريكم بس صورتها يعني تسمح لي اني انا استعنت في كتابها وراح اقول لكم قصتها اوكي الاستاذة بهجة هي مريضة قصير كيلو وقعدت فترة على التقسيم وهي اخصائية تغذية سبحان الله عملت عملية زراعة في عندنا هني بمركز الزراعة ونجحت الحمد لله وقالت أنا لازم أسوي كتاب حق مرضاي لأني أنا حاسة فيهم كتابها جدا قيم واستعانة الدكاترة أخصائي نفرو كدني واللي هو فيها نفرو فيورولوجي مسالك ونفرو استعانة الدكاترة نفرو وكتابها 100% صحيح وتم توزيعه بأغلب المراكز جدا قيم فأنا مجايبة أي أرقام والله أنا مصدومة أكثر منكم يعني الحين انا غيرت لسته اللي مثل لازم فيها يعني فعلا في بوتاسيوم انا كل ما احس البوتاسيوم نزل وكذا انصح دائما بالموز مع ان الموز مو كثر مو واجد فيه بس انه يعني في اشياء شويه قاعد اتعلمها من الكتب اكاديميه اوكي تفضل كمل ما يخالف كمل ابو مساعد كمل ابو مساعد نكون شويه هاديين شويه ما يخالف هلا بس احنا كان عندنا اشكاليه بالسلمون ايه هل هو يعني متصاعدين متقطعين متوصل الكويت لانه يخطئ في الفتره هذه صح ولا مو صح؟
صح. هو لما يحط هني سلمون مدخن ما ظن يكون داخل بحر مدخن صح ولا لا؟ معناته طلع وتعلم وصار مدخن عشان هو يدخل داخل هو يدخن حذاء. بالنسبة لي الصوديوم المايونيز والزبدة وملح. شكرا تحطون معاي معاي يا استاذتي مجموعة ستة راح ننقص درجاتهم ترى يا استاذة هدى ها؟ اي والله مجموعة ستة يعني نوتي عندهم مرتفع عكس مرضى غسيل البريتونيوم. اوكي راح اسهل فيها بعد شوي. مشكورين. في احد يبي يتناقش بعد معي؟ اوكي اوكي نكمل استاذ اخبروا اي احنا نبي النسب معاك. لا لا معاك 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 وخالك يلا حلو الفوسفور ما يخالك افتح معاك معاك الفوسفور لا لا ركز يلا يلا نخلص الجزئيه هذه وناخذ بريك صلاه والله حقيلي نخلص بس الجزئيه هذه وناخذ بريك والصلاة نرجع جزئية صغيرة إن شاء الله نفسنا نعرف بعض الفسفور يلا إن شاء الله جزئية عارف الفسفور ماشي إن شاء الله شنو اللي عارف حليب أوكي نجي على الفسفور شنو حطيتي أعلى شيء عندك حليب أوكي حطت عندها الحليب بدوء شوي الله تعبنين تعبنين أوكي أنت إيش حطيتوا أول حاجة ماشي عنده واحد اثنين وانت ايش فاتك ايس كريم اوكي ماشي الايس كريم رقم 2 الاكل الرسومي هذا ام ولا بي عندك قمح انت غرغل بقى ولا جريش اوكي تسمون انتم اللي حبوا كامله القشره اوكي ماشي اعطي الارقام ولا ايه لا اعطي الارقام انت اخترت الايس كريم ها اخترت انت اعلى شيء اعلى شيء الحليب لا وبعدين الايس كريم ماشي 70 الايس كريم بس ايس كريم 75 ها والجريش الجريش فيه 350 الحليب اول شيء ماشي نجي على 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 لحظه القمح الكامل هو منهم الجريش والقمح فيه 350 عالي نسبة عالية فعلا من الفسفور حاليا الحليب اول شيء والحليب 500 الحليب معروف الحليب 500 ليش اهالينا يقولون لا تاكلين سمك مع الروب لا تاكلين سمك مع الحليب يصير برصة هم فعلا يصير شيء بس ما يكون هو ما يصير برصة ما يكون كلينا ايش كثر بصلنا برصة واذكر انه اخر هو طب المنظر عشان يصير برصة ولا لا فاني السالفة ان الفسفور مع الفسفور يمسك الكالسيوم ونزله وما راح نستفيد من الكالسيوم هني المشروم اوكي المشروم فيه 70 قليل شطار رقم 4 شطار شو بعدين الذره على فكره حطيتكم السؤال هذا ها حطيتكم السؤال هذا بس كان بس حطي الذره بس البوتاسيوم كان احنا ان شاء الله احنا اللي حاطين فعلا الذره اقل شيء احنا فعلا احنا لا يوم في عيالنا بهم يبتلون هو اغلى شيء اوكي الذره بس في 60 اوكي وش عندي الخبز الاسمر خلينا نتكلم عنه هم 65 قليل دايجستد اوكي الحمطه بسكوت النخاله 350 بقول لك انت شاطره ماشي نوقف الحين استاذي نوقف طول عمركم لا تبريك واللي ان شاء الله
كانوا ربع ساعة إن شاء الله أتمنى نكمل إن شاء الله. راح يكون في تمارين ثانية، راح يكون في إن شاء الله جوائز للي راح يكون أعلى. نعم إن شاء الله إن شاء الله راح نحط جوائز للحضور وجوائز للمشاركين، وأتمنى إن شاء الله تكون على رضاكم. بس كتير بس كتير يعطيكم العافية. يلا تفضلوا على البوفيه، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اليوم طبعاً قولي لو سمحت مجموعة رقم 6 في حالة راح نلمها، أوكي؟ وإذا أنتم تعلقون أفضل غسيل وليش؟ أفضل غسيل وليش؟ بالنسبة للغسيل البريتوني بيبقى جهد أقل على الأقل،
ويستخدم في حالات لو في مشاكل في التجلط، ولا يسبب خلل في توازن الاملاح والسوائل، وطريقه سهله يمكن المريض القيام بها في المنزل، ولا تسبب عبء على المريض، ولا تسبب هبوط ضغط الدم. في عندكم تعليق؟ في احد يعلق؟ مجموعه رقم 3 تبغوا تعلقون؟ اوكي؟ اذا في تعلقون عشان بنكتفي نبلش الطالبه مركز على نقاط معينه ونكمل ان شاء الله. تبارك الرحمن انت غطيت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للغسيل العموم بيكون طريقه عرض العدوى، بيكون الوقت فيها اقل من الغسيل البريتوني. المريض بيقدر يخرج فيه وقت الاسترة واحدة للبرد، فاذا حصل فيها التهاب بيحولوا دموية. بالنسبة للغسيل البريتوني بيكون اقل تكلفة من الغسيل الدموي، المضاعفات اللي فيه اقل برضه، وسهل استخدامه بالبيت، وبيكون في الحالات الحرجة زي الحالات الدموية والشيك والهدوء.